السلام عليكم. ده موقع بيحول الصور ل STL، وفي نفس الوقت بيحول الصور ل SVG، وبيحول STL ل GIF. وتقدر لو عندك ملف STL او Object او Sketch تقدر انت تشوفه اونلاين، وفي كمان عمليات التحويل. طيب احنا هنشوف الحاجة اللي احنا رايحين لها دلوقتي، لان انا هديله صورة وهو يحولها لنا ل STL. عليكم مثلا الصورة ديت، هو بقى بيدينا شوية اختيارات، ممكن تعكس، ممكن تعمل تسوية، ممكن تعمل ميرور، ممكن تغير لون. اقول له حولها ل STL. STL ينفع تديها طبعا ثلاثية الابعاد، او تديها لل CNC وهو يبدأ ان هو يطبعها لك ثلاثية الابعاد، بقت معمولة بالشكل دوت. طيب احنا حملنا اهوت. طيب عايزين نشوف الملف، فهقول له عرض ملفات ال STL، واقول له حمل لي الملف دوت. اوبن. ففتح لي الملف بالشكل دوت. كده احنا شفنا ازاي حولنا صورة لملف STL نقدر احنا نطبعه 3D.